لها الشوق مثل اللي عرضتها للهموم وحولتها رمى. ربي عمري ترى لازلت اشوفك قريب، اقرب من رموش عيني للسهر والسهاء، احبك من الشباب لين وقت المشيب وعشك عشق. السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا وجيه الخير، وش حالكم؟ ربكم بخير، كيف الحال؟ بشرونا عنكم الهنقر. مرحبا مليون، قواهم الله، ما شاء الله المبدعين، ما شاء الله ما شاء الله، كيف الحال؟ الله يطول عمرك، مرحبا ومسهلا، كيف الحال؟ وش حالكم؟ كيف الحال؟ الله يطول عماركم، مرحبا بكم، كيف الحال يا شيوخ؟ مرحبا مليون، مرحبا 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 مرحبا، والله ونعم فيهم جميع، والله ونعم. كيف الحال؟ الهنقر يا شباب اللي ما واجهناه، تعالوا تعالوا كلهم هنا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، قواهم الله، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ مرحبا ومسهلا، كيف الحال؟ يلا حيهم، كيف الحال؟ مرحبا، كيف الحال؟ انا بقمي طالت عماركم، الله يرحم والديك. جعلها الشوق مثل اللهيب، عرضتها للهبوب وحولتها رمى. الله يعافيك، الله يطول عمرك وما عليكم زود. يا شباب كاميرتي وين؟ هنا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا وجيه الخير، نمسي عليكم ونمسي على السادة المشاهدين، ومرحبا والله ومسهلا. الليلة موعدين بفقرة بإذن الواحد الأحد أنها بتعجبكم، طبعا ما هي فقرتي الرسمية، لكن اليوم تعارف وبأمانة أني شفت حماسكم وصريت على الدخولية أني أجيكم، ولا والله ما هي فقرتي الرسمية اليوم. الله يطول عمارك، الله يرحم والديك. يقول الشاعر: اسعى ورا حلمك التايه وخلك جزوم، ولا تحسب حساب من ساعد ولا من جحد، مسافة العمر خلف الحلم ما هي بيوم، مسافة العمر ما بين المهد والوحد، المهد واللحد، ونوقفه ضدك اللي يحبطون العزوم، وقف لهم وقفة اللي ما عليهم نحد. الله يطول عمارك. أول شيء صلوا على النبي واذكروا الله، وقواكم الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، مشعللين الدنيا. أخوكم مصلط الجبلي راح أكون معاكم كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 9 في فقرة صالة التميز. طبعا صالة التميز كلكم ما شاء الله تبارك الله متميزين، لكن صالة التميز آليتها ما راح نذكرها كاملة لأن باقي فيها إضافات لأنها مرتبطة.